سامي في الارجنتين ما لقيناش الصيف اللي فات في امريكا معايا ساعه في الراي ولا تبدلت كانت تكنيك كان غاطس على الكره اكثر هي الفنيات تو ما عادش فنيات ولات اللياقه البدنيه هي اللي تغلبت على الرياضه وتشوف اللاعب لياقته البدنيه وعنده شويه فنيات يقدر نجم من تراي في الارجنتين فماش حاجه عمرك ما قلتها من حاجه تحلوه تفدي كانت تحلوه نتاع الفريق اللي عمرك ما حكيتهم نتاع خاصه قبل ماتش المكسيك و فيها حوايج بعد المباراة صارت في الليدوش في الحوايج معناتها اللاعبين مع بعضهم اللي ديفولمون فرحنا وصارت لنا برشا خاطر ما كناش نستناو فيك الماتش نتاع المكسيك ما كناش نستناو فيه حقيقة خاطر المكسيك في التدريب وقتها الأولاني كانت تخوف كلهم كانوا يخوفوا وكنا عندنا نظرة على أوروبا نظرة أخرى كان أكبر مني كان توا تو المدرب تاع فريق تونسي تو هو اللي لعب ضدكم حكيت معه وقال لي الماتش الوحيد اللي ما لعبوش في الارجنتين هو ضد تونس كان يتفرج في التريفين موجود اسمه ولكن هو قال ما لعبتش في ضد تونس اللي قال لي منك ليه؟ من اللي احنا بزيد نثبتوا في الحكايه هذه توا وحالا وفورا معك جابتهم تونس هذا اللي اقدر نقوله معناتها في حماد العقلي لاعب كبير سواء من لعبه سواء من اخلاقه اخلاق زاد كبيره وفاضله
الحارس نجيب العقربي. العقربي فنيته عالية في كأس العالم إلى حد الآن. العقربي العقربي غير جبالي محسن جندوبي سامحوني طارق جندوبي غير العقربي العقربي الحكام مصفر قبل ما تصفر عملية مخالفة يصفر فريق قومي التونسي عن طريق تميم 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 طارق طارق على اليمين تغيير كلي الحمد العقربي هجوم عسكري صراحة فريق قومي التونسي حمد العقربي حمد العقربي حمد العقربي مدفوع عقيد عقيد قصر زمرمان خذها طارق من جديد طارق كذا حمد العقربي تعود القصر شير عقيد عقيد حمد العقربي حمد العقربي حمد العقربي يقذف العقربي 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 العقربي